انا عايز اقول لكم حاجه للتاريخ. اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثوره، كل الكلام ده اعلن واتكتب، الثوره بقى لها 29 سنه. اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثوره وعبد الناصر شخصيا وطلب منهم الاشتراك في الثوره، وجبنوا وخافوا ورفضوا بقياده الهضيبي. اتصلنا بسراج الدين والود، جبن وخاف. لا، ده انا اللي اعلنت ثوره 23 يوليو، ده انا اللي اعلنتها الصبح، ده انا اتحبست، اترفدت من الجيش واتحبست واعتقل وجوع وشرد على ما رجعت بعد 8 سنين للجيش تاني وعملنا ثورتنا سنة 52. قمت بقى زي العادة قلت لهم طب هاتولي بقى الدوسيهات كلها واللي انكتب كله. بقالي 10 أيام قاعد أحل أقرا واحد، لقيت إيه؟ مولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام، ولازم يدفعوا ثمنه اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام. تلمساني لما جالي ولازم يدفعوا ثمنه. كان عندي فكرة انه ادخله مجلس الشورى باعتبار انه فيه لنا جزء بالتعيين، فبيبقى فيه اقباط معينين، وبعين ايضا التلمساني علشان داخل المجلس الناس تبتدي تعرف بعضها، وزي ما قلنا مجلس الشورى ده مجلس العيب. ما كنتش اعرف ابدا انه هناك للاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية، وزي ما حوريكم دلوقتي مفيش حاجة اسمها اخوان مسلمين وجماعات اسلامية، كل واحد الاخوان المسلمين اتاري لها طار مع ثورة 23. انا محيرني كان ايه الاخوان فعلا خلال الفترة 18 سنة قبل ما اتولى رئاسة الجمهورية. حصل معركتين، المعركة الاولى كانت في 54 زي ما انتم فاكرين، اتحلت الاخوان وحاولوا يموتوا عبد الناصر، فحصل اللي حصل وقبض عليهم واتصفت الجمعية والجهاز السري والمفرقعات وكل اللي كان. العملية الثانية كانت في 65. طيب انا لما جيت سنة 70 طلعت جميع الاخوان من السجن اللي محكوم عليهم، اعدتهم الى وظائف، صرفوا لهم فرق المهية اللي كانوا مسجونين فيه. انا اعتقدت ان الموضوع خلاص اتصفى وانتهى. لا، شغل اللي يقولوا عليه التقية، بس التقية مش عندنا احنا السنة، المسلمين السنة، التقية مش عند السنة ابدا، انه تتكلم بلسان واللي في قلبك حاجة تانية، لا ما عندناش دي. فتاريهم كانوا بيكلموني بلسان، انما لا، ده طرهم مع ثورة 23 يوليو. وقعدوا الوقت ده كله يرتبوا، والجماعات الاسلامية وغيره لليوم اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام، ولازم يدفعوا ثمنه
اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام، ولازم يدفعوا ثمنه. وثورة 23 يوليو أنا طلعت غلطان، كان لازم خليتهم في مكانهم. العملية كلها حلقة واحدة وتنسيق واحد. أو 60 سنة نقول عليه رجل صالح، و69 سنة وهو معلق قناع واحنا جميعا نقول عليه رجل صالح. يوم ما ساب مصر الفتاة كان وكيل لأحمد حسين، ظلمنا أحمد حسين لأننا كلنا قلنا فتحي رضوان أفضل من أحمد حسين. وفضل هذا القناع 69 سنة. قالوا بقى في جامع السلام في موكب النفاق، لأن ده كله موكب المنافقين، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها. وده اللي هعمله، لن يجاورنا هنا كشعب منافق. صار يا خسارة بعد 69 سنة. وبعدين زهير ده راح يخطب في الجامع ده بتاع البزاءات دول، وطبعا انا وقفت كل هذا لانه المنابر لم تعد تاخد هذه البزاءات ابدا ولا تقبلها. ده راح يكلمهم في الجامع ويقول لهم ده السادات قال لي تعالى ترافع عني قضيه امين عثمان انسان رفض. انا ما حقيقه حقيقه الرجل اللي كان بقول لكم نقول عليه رجل صالح. بعد 69 سنة سقط القناع، وليس أكثر مما بيقوله اللي دعوه هناك واللي عملوا موكب البذاء والقذارة. مفيش حاجة اسمها عنصرين أمة، فيه أمة واحدة بس وعنصر واحد. سيداتي وسادتي، وبعد أن انتهى الرئيس من خطابه التاريخي وصافح رئيس مجلس الشعب يتجه سيادته خارجا من القاعة، بعد حديث ودي إلى أبناء شعب مصر ممثلين في أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين حضروا هذه الجلسة، وبعد قرارات مصيرية إن استهدفت